السلام عليكم الاولاد بصعاده وبصعاده كالعاده رياكت جديده موكا الاولاد يهبطنا تراك اسمه بروسلي موكا بروسلي كيفاش خويا لازمنا نمشي نسمعوا باش نفهم شنو حكايته موكا بروسلي كيفاش موكا وبروسلي ما يقابلوش صاحبي علاش موكا مثلا جاستن بيبر موكا مثلا ليل بيبي موكا مثلا بيبي جانج فهمتني ابوكا وبرسلي كيما ياني زاد ابو سعاده وبرسلي ما تقابل تخيل اني تخيلني يعني وا وا يا معلم انت نجري نجري برشا يعني ولاد حمر تراك اسمه برسلي ايه خويا خلينا نسمعوا ليتس جو مامين نمشي نسمعوا ليتس جو تو تتذكر ربي يادي صاحبي ربي وعدنا نذكر فكره ومش وادي انت شكون صاحبي انت شكون سامحني مشغول على الاقل يفوت قاسد فيكم ربي قلنا كل شي هو وسلام لدور اصحاي بيجيني شكون انت شكون صاحبي انت شكون شو اسمه ايه تصوير تا انا ثينوس ولا شو اسمه نسيت حد اسمه فرخ بوهيلي من غير ما تجيبها لي تريكن واضح كلاش وين يا ربنا نسمع شويه بالكاسكي ذكي عليه خاطر نحسها تبزق في ودني هذه مش يا برو كاسكي كي مش نورمال هذه خيطها صغير خيطها صغير شويه خيطها متعازب بيه اسمعني اني عندي هكا لمحه على شكون التراك ملوح على خاطر فما ستوريات تبعثوا لي هامس وكذا اما خويا ما نعرفش البارح كالامار اليوم نلوجش باش ناكل البارح كالامار اليوم نلوج باش ناكل تبدي شكون حتى نحكيو في الاخر خويا حد قدام وصحنا ما حب من صحنيات حد قدام وصحنا ما حب من صحنيات عشر ما تولفش كيما هذه حد قدام وصحنا ما حب من صحنيات باهي باهي شو شو موكا عنده بيران راه يعجبني فيه عنده بيران مش فايبو كاور عنده بيران هكا محيهم ساعاتك تختف من عنده بار تقول اس ها هذا موكا يعطيه الصح ابار قالوا الناس السجن حتى كيف نموت عارف روحي يا ملاش بارح فوق السين نلقى روحي وسط جواج بارح فوق السين نلقى روحي وسط جواج بارح فوق السين نلقى روحي وسط جواجم احنا ذي وسا كيفك يتشعدر لي كيفي لابس ولوتيش حب نتعب توا بشكي نكبر ما نحتاج طبعي كيما جمال باللي يصير باهي زيد باهي زيد نحب نتعب توا بشكي نكبر ما نحتاج ابار اللي هي جات من عند موكا طفل صغير ومازال طايش وبرشا عباد ماشي مقتنعه بيه وكذا لكن بالرسم انا احكي لك حكايه برو اتعب ملي انت صغير اذا هو اذا هو ترافي انت طايش وترافي ما نعرفش شنو وما يجيش كيك وعيب وكذا وقالها لك لازمك تتعب ملي انت صغير وانت يا برو فما برشا فينا اللي ليه وقتاني وما فماش خدمه تشقى برو قطع روحك ما نسيش طبعي كيما جمال باللي يصير ما نسيش بيت نكت مع اللي ننسي وشكون امهم كيف لي غنى الشارع وهو ما عندوش يحب قتلك راه عنده والله يكتب كيما اللي غنى شارع وهو ما عندوش حومة دور مع الكيس صحيت برو فهمتني شبيك اول دختي وسط الدور احكي صحادي نولي كيما سوم صح معايا غلط وما تعرف كبدا نشوم سوما ما سوما تعرف سوما سوما جوار سوري ديجا قالوا تاتي جتريز وقتها شوتي كيس حكيمة سوما ما لا سوما هذا ولا الناس كنت تضرب بيه بالمذل اخونا لا كريستيانو ولا لا دي بروين لا توني كروز ولا لا عرفت شو عمل لحد تاني هذي عبيت تغار منا منا خوشي راي حبيت نعمل البيه حبي يقسم معايا الباي حبيت شي بحذية زيت التوركي على فاي all these niggas they be hit can you tell me why شنية يا اخي شفما هوا طلع يحبي جسني فصير شنية يا اخي شفما هوا طلع حبي جسني والله يا شو عبيت تغار منا خوش منها راي اللي غير ما يعطيكش راي حتى كي يبدا قريب حتى كي يبدا قريب لك ما يعطيكش راي بالعكس ديما محلاك وهو من الداخل يكن لا يا محلاك يا ما يطيح فيك وعد ربي ما يعطيكش راي ما ينصحكش وهذه صحيت ما فماش راي باقي ما فماش راي اي ما فماش راي ما نتصورش كان زيد باش يطيح فيك وعد ربي اللهم بضحك هكا تاع لا هذاك انت سايب عليك ريت الشيء هذه فاش تعمل مش تاعك هات كلام هذا سايب عليك اي مثلا
باش نحتم ولا نكتب باش يلزم بعد الذكر كل عبيت تلز باش تحسني ما كانش باش نشد وزيد دخلي متاعي موسلي خويا اني ضد خويا في الكلاشات خويا ضد تاني هذية نعمل ونيك لا وندير لا ونحطك قدامي ونرضع حولك يا برو اعطيني بيران صحيح ولا ما نحبش هيك شدك شنو باه 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 تقول لاخونا سبال الام والعراض والعائله خطح باه هكا مشك باه واذا انسان تجرأ وقال ما نغزرلوش حتى لو كان لي مشكله معاه نستحق نعمل هكا فهمت شنو هو باه غادي معاه ملاني يا اخي ما بدايش هكا يا ثم اني خويا نحكي على شخصي ديما راي شخص فما حوايج مقززه هاني هبط لك في الاخر الزوز مبن كلي نيك كليتنيك راوك مدامك تستفعل في تذكر رقم الزوز يرحم عمي معناها ما بايجا لحظه هي ميتافور في الراب حتى كي تستعمل ما نشجعوش بيه ما احنا بتبيعتها في مدرسه صغار تتفرج وحتى كبار ومخاخهم صغار تتفرج ما تفهمش تنعتني اني بمخا كبار يخمق حاجة مقزة يا الزبي مقزة كي تفهمها طبعا جي نيك الكبار اني نقعمز نخرلك في فمك ملا با ملا بونش اوه يا زبي قحبو بيران ايك برو الزبي اعطيني حاجة اعطيني حاجة كي قل اسمع كي سمعت بيران مليانة قلت بيران مليانة كي سمعت حوايج مقزة قلت حوايج مقزة سلام عليكم رايي ما نحكي حاجة للعباد احكي حاجة للعباد اغزل الكاميرا واحكي هكوش احكي للعباد احكي للعباد يا اخونا فما الميتافور وفما القصد المعنوي مش بالضرورة ان يكون قصد مادي معناها راني باش لا نجم اني نعطيك بار ولا زوز بيران متاع صحاح متاع عبارة هبطك تمص فهم فهذاك القصد فاهم معاك فما اخي احكي ما بروسلي عطف فيكي براسلي نجري نجيك في قسمي عادي نهاري راسلي هو غلط وجسني هو غلط وجسني حتى كيف الديك ماني نحط ونسمع حسني طموح كيما حد كشنية نحط ونسمع حسني هو غلط وجسني حتى كيف الديك ماني نحط ونسمع حتى كيف شنو حتى كيف شنو حطوا نسمع جسم قلت لك تبزق في ودني يعني اي اخويا اي ترى هاش خويا اي طلع حالي شنو ترى وجسني هو غلط وجسني حتى كيف الديك ماني نحطوا نسمع حرام لهنا اوضه اي شنو هي الكلمه تتعفط هذه في ودني ايش اسمع انت يا طايح في معذره هو الكلمه مشي واضحه لا اكثر لا اقل رجا غلط وجسني هو غلط وجسني حتى كيف الديك ماني نحطوا نسمع حسني طموحي نخو لامبوتو حتى كيف الضيق ماني نتاع هون اسمع نحط ولا اسمع حسن تجسني حتى كيف الضيق ماني نحط ضيق ولا ضيق الضيق حتى كيف الضيق ما هيش الضيق مانيش نسمع فيها الضيق ما هيش نسمع فيها الضيق ضيق اما انت انتقها كمام كي نورمال هو غلط وجسني هو غلط وجسني حتى كيف الضيق ماني نحط ونسمع حسني طموحي نخو لامبو طموح وتحام في سقيفة تنزل على برا وتحكي لزبي راهي شريفة وتحام في سقيفة تنزل على برا وتحكي لزبي راهي شريفة تنزل على برا وتحكي لزبي راهي شريفة يا عاجي ريت تو كيما هكا حاجات عاديين بيران عاديين يا من هنن ليش تشفي زبي وانتي ريحتك كيما شفا في التسعين نعدي زيد ندزو كيما خليفة في التسعين نعدي زيد ندزو كيما خليفة شكون خليفة سوما وعرف خليفة متاع الكليب ما يتبعش كورة الاولاد ما تاخذوش عليه ديما كيما ولا ربح صحتي وربح راحة بالي ساعة وربح فلوسي وربح وقتي وربح اعصابي وربح نحب الكليب اني خير من اللي يتبع في الكوره لا شو هي ماذا بيك تتبع كل شيء علاش على خاطر فما بيران ساعات يبدا بار سهل علاش احلى زوز يعني. عندك انت سهل عندنا سخرة صعيب كيما على سبيل المثال برشا كلمات يبداو سهلين عندنا سخرة صعيبه كيما تراك الصحابه برشا الناس ما تفهمش مش فاهمه شنو هو فاش قاعد يحكي لكن احنا متعمقين شويه غادي وقصص وكذا فهمتني شويه ايه هاني قلت لك شويه فاهمين شنو يحكي وعنه المعركه ذيك وذيك المعركه ذي وذيك برشا حاجات فهمتها فما ناس اخرى مش متعمقه في المجال هكا ما تفهموش فاش قاعد يحكي اصلا كيما انسان ما يعرفش كوره ما يعرفش شكون سوما وما يعرفش شكون خليفه اللي هو يحكي على صابر خليفه يلعب في الكليب وموك يحب الكليب على ذاك خليفه نعرف صابر من خليفه ولا صابر خليفه نعم صابر خليفه هكا مشني غلط صابر خليفه هكا صابر خليفه نعم تراب 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 بعد ما انا قلت عليها جيت نخمم فيها يا اخي قلت عصب عليها حطيت
ماشي ولي ربي بيا ما يخليها استنى نولي الاول بعد تونس نكيتها استنى نولي الاول بعد تونس نكيتها باهيه معناها نتاع مش نهرب من الفقر والضيق والميزير الى اني باش نهرب وقت اللي ننجح وقت اللي باش ننجح باهي تا نهرب الدنيا ما تسويلي صحيت كي تخمم فيها من ناحيه هيك تاع انتوما هاربين فهمت اني لا باش ننجح بعد اللي نهرب باش بعد وقت اللي ايش يكون ما عندي علاش باش نهرب اني وقت ارجع ارجع شوي باش الدنيا ما تسويلي ما تسويلي باش نشوف الدنيا ما تسويلي ما تسواني يعجبني التكسير الكلام الدنيا ما تسويلي ما تسويلي مش ما تسواني ما تسواني أنا نسمع فيها ما تسويلي أنا نسمع فيها ما تسواني وما تسواني أقوى راه أقوى ما تسواني راه باش نشوف حبوا يقدوا ويلي الفايب مزيانة متاح لا الفايب مزيانة والله فايب لهنايا ما فيش يقول ظالي يقول في اسم حركة بالحاسو بالنجم تكون تلامس لا لا في حاسو يقول في حركة متاع بروسلي فرندين شاقيني ولا شنية سي فري ربي درشني ما علينا ما علينا جزو شرايك في التراك ولد اختي وفيه صحيح صار انت التاو سارحة اها اعطينا ارجع لك في التراك كوفر ايش باش نقول لك معنا صاحبي اني شو قلت لي كلاش كلاش تراك كلاش شو شو ما شو شو ما فهمت مخدم... مباشر صحيح مش مباشر صحيح ما فماش اسامي صحيح ما فما... ما... مش مباشر انت راهو حتى تراك ايجو تريب تسمع راهو فيه لمسيات تسب والرابرات تبدا تسب في شكون الله اعلم اه باش تحكي وعاد باش تحكي وعاد خاطر كيما قلت المره اللي فاتت من قواعد الايجو تريب انك تحكي على روحك بغرور بايجو والذل اللي مقابلك ذل انسان ما ذل المتلقي ما ذل شكون باش نوع من الايجو حتى كملت كمل فينجم يكون مشكلاش باهي كمل اني البارح بعثوا لي ستوريات الشادي وبعثيني لي تحتها يا ابو سعاده اجري واكل بعضها ما بين موكا وشادي في ستوريات ويني ما ندخلش ستوريات معناها ما ندخلش نشوف شنو الحكايه اني هاكا اللي جاني كل يوم كريتها او كرينا التراك هذا هابط عنده 22 ساعه اللي دار بط قلت يوم كلش التراك هذا ماشي لشادي وهاك علاش صارت الستوريات هيك الله اعلم الناس اللي تتفرج تتبع تعرف خاطر انا راني والله لا دخلت لا ستوريات موكا ولا دخلت لستوريات شادي دخلت لك ستوري هيك سمعت درفش يحكي ما فهمت شيء طلعت يعني عرضني ريل صور ريل والحاجة كمان دور ياسر في الريلات سواء في اليوتيوب في فيسبوك في اللي ديما غادي الاولاد تلقاو الاولاد ودي جاك لاشو بعضهم ما نعرفش فيديو قديم ولا غلط اما قديم ولا جديد اما موكا يحكي يا خونا شبيك اخي ديما تلاوح في روحك انت كي الكلب العربي معناها تطلع نتحدث على حد تلاوح روحك رانا ماناش عليك رانا ماناش كلب ينجم يكون ماهوش على شادي والفيديو هكا جديد ما هاني قلت لك عادني هو اصلا فمشكون هبط شو شو باهي انت اليوم كي ترى الخدمه هذه موكا بريسلي فريستاير والكوفر هذه اللي مش مكتوب عليها حتى شيء جاب تصويرها من جوجل تيليشارجموه هبط باهي التراك هل هذا تراك نتاع انه تحسوا انت مخدوم عنده برشا الانسان معين باهي انت تحس تراك مخدوم عنده برشا انت تحسوا نتاع تو تخدم نتاع نهارين هذا مرا ما ننساوش اللي موكا ما عندوش حتى جمعه من اللي هبط ولا قديش قداش عنده 6 ايام بركة ملي هبط تراك وكليب ودنيا جو به واليوم يجي هبط لك التراك هذا بكوف واضح خدمة وفريستايل ومتاع تك تك متاع رامي لغة لشكون ما تحكي ليش فما لغة لشكون مع انه فما ستوريات والناس اللي تتبعوا وتتبع ستوريات راه فما ناس فما ناس راه تبهرني يعني عنا واحد تضايا انسان يتبعنا اسمه نجم نوجه له تحية الانسان هذا ما نظنش شكون في تونس في دومين الموسيقى ماهوش عامل ما ماهوش عامل له فولو يا ودي لي يصير يبعث لي ها من عند فلان اني كان انسان بارطاجلي ستوري عنده راهو نجم هذا هو الاول واحد يوريني اللي فلان بارطاجلك ستوري نتاعك الي ما نعرفش شنو حتى ديدين
اي واحد يبرط شبيك فرحان بيه الشيء هذا على الاخر. لا نحكي لك شو عامل فقريتك برو، بعث لي في البريفي شو عامل فقريتك وشو عامل منغمس برشا. انت المنغمس هذا في الشيء اللي تعمل فيه وترافي هذاك شكون هبط وكاي شكون هبط، نحب نعرف انت شو عامل في حياتك شو عامل فقريتك. مع احترامي ليك استاذ ابعث لي وش تفهم. خلينا نكمل لك واحد كي نجم، واحد كي نجم هذا اني كي نحكي وما نسميش. تذكر وقت اللي لهنيك تكلمنا بربي شحال شريك في حطه الرجل برا عاد يسخن نكمل نوصل معلومه زب يا عاد. كي حكينا المره فاتت والكلمه تنحات نجم عرفنا على شكون نحكيو. علاش؟ كثر ما يتبع ستوريات ويتبع دغاغر ويتبع منه ومنه ومن ناس كيما نجم برشا ناس. اليوم تعرف التراك نتاع موكا هذا لشكون؟ متاكد واحد كيما نجم يكون ينجم يكون صانع محتوى ممتاز في صحيح. حاسيله الاولاد شو حاسيله؟ ما عطيتش رايي في التراك. مش حكيت اخونا واستنيتك اعطيني رايي اخونا. لا الاولاد بسعاده وبسعادك العاده يوم شو معناها يوم نفاخ راهو ولا راهو ولا يدور بالكمبريسير متاعه راهو كرال السبي هكا ردمني هاي كعبة الكرزة يدي راني مش شيء عندي ميبر. ها لحظة استنى نكذبوا تو انت لا حتى باش نجيب لكم الميبر انا ايش بيه يعني من كثر الطبخ بتاع السيد هذا يا اخي ماكش مغسي. ها يا اخوي ما فهمتش ريتوه الميبر هذا الاولاد تفرج ريتوه هذا هاي نحيليش هذا نبيته بحذايا في الفرش يعني كل يوم من نفخ من السيد هذا كومبريسير. بنحب اقول كومبري حاجه اخرج من حياتي. بحب اقول حاجه برحمه بوك راك نفاخ. بحب اقول حاجه اخرج من حياتي راك نفاخ. بحب اقول حاجه راك نفختهم لي ولا تندور بالميبر نتاعي يرحم والديك. بحب اقول حاجه بالله تو تتذكر ربي يادي صاحبي ربي وعدنا نذكر فيك راه مش وادي. انت شكون صاحبي انت شكون؟ قول حاجه. موضوع الاولاد سامحني مشغول على التليفون قصد فيكم ربي قلنا كل شيء هو سلام الدور اصحابي جايني شكون انت شكون صاحبي انت شكون